السلام عليكم. سنة ثانية من صوت اليمنيين، سنة ثانية من بلقيس، القناة والحلم والمشروع، سنة ثانية من الصوت المرتفع من أجل الشعب الثابت الرئيس الذي لا يتبدل، سنة ثانية من الصوت المقاوم لكاتم الصوت الذي حول مكتب بلقيس في صنعاء إلى غنيمة، وحول مراسلها في ذمار عبد الله قابل وزميله العيزري إلى أنقاض حينما وضعهم دروعا بشرية في مخازن الأسلحة في مشهد سيظل حفرة عميقة في ذاكرة مأساة حرية التعبير في بلادنا. شمعة ثانية تسرجها القناة من أجل حرية التعبير، وشمعة ثانية في دروب الظلام في هذا البلد. كانت بلقيس إلى جانب الشعب في قضاياه، في همومه، في تطلعاته. ليس لبلقيس أطراف معنية تهتم بها غير الشعب وحقوقه وحرياته وهويته. تؤمن بلقيس أن الشعب هو مانح السلطة وصاحب الكلمة الفصل في من يحكمه، ومن هنا تنطلق سياستها كصوت سياسي واقتصادي واجتماعي وفكري لليمنيين. كما تؤمن أنها صوت اليمنيين، وأنها ستجد لذلك الصوت صدى حينما كانت لسان حال النخب والجماهير في الأيام التي تزامنت مع ذكرى انطلاقتها الثانية. وكما هي رسالة القناة حرية سقفها السماء، ورسالة جوهرها الانتماء، ومهنية لا تدعي أنها الوحيدة ولا تدعي أنها الأفضل، لكنها تعمل ما تعتقد أنه المصداقية والمهنية من أجل اليمنيين بشكل عام والمدنيين من كل الأطراف على وجه الخصوص. مشاهدينا الكرام، عن بلقيس في انطلاقتها الثانية بين تقييم التجربة وتطويرها وآفاقها ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد الزرقة مدير عام قناة بلقيس، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. مساء النور. أهلا بك. قبل أن نبدأ هذه الحلقة أستاذ أحمد، نذهب لمشاهدة هذا التقرير الذي أعده الزملاء. بهذا الاسم الذهبي المحفور في ثناياه خط المسند الممتد من عمق الحضارات القديمة، كان ميلاد بلقيس القناة التي حملت شعار صوت اليمنيين. ما إن اقتربت الذكرى الثانية لانطلاق البث الرسمي لها حتى شهد الإعلام اليمني ومواقع التواصل الاجتماعي موجة احتفاء واهتمام ملحوظين بالقناة، وإن توزعت بين الإشادة والنقد والتحليل، إلا أنها تظل رصيدا مثمرا ورجع الصدى لصوت بلقيس لدى المشاهد. فهل كانت قناة بلقيس عند مستوى النخب والجماهير؟ تأتي الإجابة على هيئة جملة من قضايا الشعب التي تناولتها بلقيس والتي تحدث عنها الناس من خارج القناة من متابعين وجماهير، وفي مقدمها حقوق الإنسان اليمني وذاكرته وهويته. فالقناة التي جاءت امتدادا لصوت ثورة الشباب السلمية وتزامن انطلاقها لذكرى أليمة ومرحلة مفصلية من مراحل الثورة وتخليدا لها، أصبحت نافذة مهمة للإعلام ورئة لحرية التعبير التي شهدت فيها البلاد حربا ضروسا على الحريات والحقوق منذ الانقلاب والاجتياح. فتوقيت انطلاق القناة جاء بشكل متسارع بعد أن جرفت الميليشيات الانقلابية المؤسسات الإعلامية وصادرتها وطالتها يد الانتهاكات التي لم تسلم منها قناة بلقيس ذاتها، فدمر مكتبها بصنعاء ونهبت محتوياته ومورست أشد صنوف التنكيل بحق طاقمها ومراسليها. لكن القصة لم تكتمل بعد، فهناك من يضع بلقيس أمام رهان إعلام المستقبل. فقد ارتفعت الأصوات مطالبة القناة بالتوسع بحجم خارطة البلاد وإنتاج برامج وثائقية لحفظ الذاكرة الوطنية وتوثيق اللحظة الراهنة بأحداثها الأليمة، بالإضافة إلى تخصيص مساحة أكبر ليمنيي الخارج والمغترب وهمومه وآماله، سواء في الخليج العربي أو في القارة الأوروبية وأمريكا. خطوة ثالثة تخطوها بلقيس في خطابها القريب من الإنسان رغم الظروف الاستثنائية والمخاطر الكبيرة، لترصد تضحيات اليمنيين الكبيرة في طريق نضالهم لاستعادة دولتهم. من قبل قوات الجيش الوطني وأدب هي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ أحمد. بداية، لو بدأنا عن بلقيس في عيون الناس في ذكرى انطلاقتها الثانية، وجدنا صدى واسع لو بدأنا بشكل مختلف عما تحدث به الناس، ما الذي شكله بالنسبة لكم؟ بالتأكيد هذا مثل حافز كبير وهو وسام على صدورنا، وهو بمثابة مكافأة، يعني مكافأة من جمهورنا العريض
على الجهود اكتشفنا أن الناس يرصدون، يتابعون، يدققون، يفهمون، وليس فقط خرجوا من طور المتلقي، خاصة مع النقلة الكبيرة في وسائل الإعلام وظهور وسائط الجديدة اللي عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المشاهد أصبح اليوم أكثر ذكاء، أكثر معرفة، أصبح شريك كبير. ونحن في قناة بلقيس ربما سعينا منذ اللحظة الأولى أن نكون شركاء مع الجمهور. في الظرف الراهن الذي عملت فيه القناة ربما لم يكن لنا أن ننجح وأن نصل إلى الناس لو لم تكن هناك شراكة حقيقية مع المجتمع. هناك يعني أكثر من نصف البلد كانت تحت سيطرة الميليشيا خلال العامين الماضيين، ولكننا وصلنا إليها، وصلنا بشراكتنا مع الناس، مع الجمهور، وصلنا بمقاطع فيديوهات من جميع أرجاء اليمن. نعم. وما زالت تصل إلينا، وبالتالي نحن جزء من الشارع، وانطلقنا اتكانا على الشارع، على الشارع الذي لم يخذلنا يوما، ونحن بادرناه خلال العامين الماضيين، الوفاء بالوفاء، لم نخذله نهائيا، حرصنا أن ننقل ما يريده، حرصنا أن ننحاز إلى جانب الناس ولم ننحاز إلى جانب أي قوى سياسية أو أي قوى اجتماعية. كنا منحازين إلى جانب الناس، إلى جانب الضحايا أينما وجدوا، وضد القوى التي حاولت أن تنتهك حقوقهم. كانت بلقيس كما يعني الصوت المعبر عن الناس، كما يقول شعارها أن بلقيس هي صوت اليمنيين، وهذه للأمانة نجاح كبير نعتز به ونفتخر أننا استطعنا أن نحقق هذه المرتبة، وأن الآن المشاهدين أو الناس حتى من نختلف معهم يقولون أن بلقيس استطاعت أن تصل إلى مرتبة متقدمة، وهذا نجاح نهديه لزملائنا في الميدان، المراسلون، الصحفيون في الميدان الذين يعملون على مدار الساعة، يوثقون، يصورون، يتواصلون وينسقون لنا. أيضا الجانب الزملاء في غرفة الأخبار، في غرفة التحرير، في البرامج، الزملاء في الجانب الفني، شركة بلقيس ميديا، وبالتالي مجلس الإدارة أيضا الذي يدعم السقف العالي لقناة بلقيس. نحن نعمل بسقف مهني عالي كبير جدا. هذا النجاح أستاذ أحمد والاهتمام الشعبي غير المسبوق ربما، يعني هل يمثل مسؤولية كبيرة لبلقيس إدارة وكادر؟ بالتأكيد هو مسؤولية كبيرة جدا تلقي على عاتقنا، أنه وهي توجه رسالة أنه أننا ما زلنا في بداية الطريق. نحن خطينا أكثر من عامين ونصف منذ انطلاقة البث المباشر للقناة، لكن هذه مسؤولية تتضاعف. ربما كنا في الفترة الماضية لا نجد حجم صدى كبير جدا، كنا نعتقد أن الأثر أقل من ما هو متوقع، لكن كانت تصلنا ردود أفعال من الجمهور، من الناس، ملاحظات على صفحاتنا في السوشيال ميديا، لكن ما حدث خلال اليومين الماضيين وجه لنا رسالة أننا نسير في الطريق الصحيح، وأن علينا الاستمرار في هذا الطريق كي يعني نستمر في صدارة المشهد الإعلامي. نحن اليوم أمام تحدي كبير جدا، معناه أننا يجب أن نكون أقرب من الناس، وهذا ما حرصنا على القيام به خلال العام الماضيين. نقلنا أصوات المحتجين في جميع اليمن، أصوات المعتقلين، صوت المعتقلين، صوت المخفيين، صوت المختطفين، صوت الطلاب، صوت المطالبين المرتبات، صوت الضحايا، ضحايا القصف، ضحايا الغارات، وبالتالي كنا ننحاز دائما لصوت الضحايا. واجهنا بالتأكيد أن هناك كثير من السخط من عدد من النخب، حوربنا، اتهمنا، لكن في الأخير الجميع لا يستطيع أن يقول إلا أننا كنا إلى صف المواطن. بالتأكيد فريق القناة فريق متنوع كبير جدا، نحن حريصين على هذا التنوع، حريصين على التباين حتى في الآراء، في الطرح، وبالتالي لسنا مع اللون الواحد، لسنا مع الرأي الواحد، لسنا مع الموقف الواحد، لكن لدينا موقف واضح أن هو الانحياز لصف الدولة، لصف الشرعية كفكرة، لصف المواطنة، العدالة، المساواة، أيضا لصف الإعلام الحقيقي الذي يتكي على الشارع ولا يتكي على النخب السياسية. نعم، سنتحدث أستاذ أحمد عن يعني توجه القناة، وهناك أسئلة كثيرة حول هذا الأمر، ولكن بعد أن ينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ مصطفى الجوزي الكاتب والباحث من باريس. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور.
أهلا بك أستاذ مصطفى. وردة العامين رغم الرماد، هكذا أشرت لقناة بلقيس في مقالك، حدثنا عن ذلك. نعم، في البداية أرفع أصدق التحايا لطاقم قناة بلقيس ولكل العاملين فيها، سواء الذين يظهرون على الشاشة أو الذين يتورون في المكاتب وهم ينجزون أعمالا كبيرة. كما أهني المشهد الإعلامي في اليمن على مرور عامين لهذه القناة المتميزة. استمعت إلى التقرير واستمعت إلى حديث الأستاذ أحمد الذي تربطني به صداقة قديمة، هو وعاملون آخرون في القناة، وهذا مصدر فخر واعتزاز. القناة انطلاقا من تسميتها وتشبثها بهذا الاسم التاريخي اليمني وحضور الرموز التاريخية اليمنية أو الكتابة اليمنية القديمة تدل على هويتها وتوجهها. أريد العودة إلى المشهد الذي انبثقت منه هذه القناة. حتى عام 2011 كان الإعلام المرئي تحديداً في اليمن دخل في حالة موات، خصوصاً الإعلام الرسمي، ولم يكن أحد يهتم به إلا نادراً، أو الذين لم يعد متاح لهم أن يشاهدون قنوات أخرى، واستولى على المشهد الإعلامي المرئي قنوات أخرى عربية خصوصاً ذات إمكانيات كبيرة كالجزيرة في البداية وبعدها العربية وقنوات أخرى. حدثت طفرة كبيرة في القنوات من عام 2011 لأنه المشهد وسع نتيجة لثورة الشباب، وكان هناك ارتفاع لسقف الحريات، وبالتالي لدينا كان قنوات أخرى. طبعاً لا ننسى قناة سعيدة لكنها لم تكن ذات صفة سياسية، وكانت هي أيضاً أثرت المشهد الإعلامي إلى حد كبير، لكنها بتوجه معين وبحدود معينة، وربما استفادت من الإمكانيات المرئية التي صنعت في اليمن لفترات طويلة. لكن في 2014 كان هناك انتكاسة كبيرة في المشهد الإعلامي، أظنه ضمن المشاهد الأخرى، الحياة العامة السياسية التي أصيبت بمقتل من خلال الانقلاب، ولكن أيضاً حياة الناس إجمالاً، وحدثت بلبلة كثيرة وكثير من تزييف الوقائع والحقائق، ولم يعد المشاهد أو المستمع يدري أين الحقيقة تماماً، والأكاذيب التي روجت كانت محبوكة إلى درجة أنها يمكن أن تمر على من هو لا يستطيع أن يتماسك أمام الواقع. لا. قناة بلقيس انطلقت في لحظة كان فيها تعطش كبير إلى صوت آخر، صوت يمثل اليمنيين ويعكس الحقيقة ويدافع عن تطلعاتهم وعن آمالهم. هذه نقطة هامة، لا يكفي أن تكون هناك قناة يمكنها أن تبث على مدار الساعة أخبار في بلد تعيش حربا، سيصاب المستمع باكتئاب كبير. عموما دعوني أن أذيكم قليلا، مصادر الإعلام هي واحدة من مصادر الاكتئاب، لكن اكتئاب يعطيك الحقيقة خير من اكتئاب ناتج عن كثير من الأكاذيب. وعموما القناة رسمت لنفسها خطا ووجهة معينة، وهي أن تكون صوت الناس، صوت اليمن، هذا اليمن الذي أشبه بقارب مفقود ويغرق ولا يجد من ينادي أو يستغيث باسمه، خصوصا أن وسائل الإعلام الحكومية أيضا تبعثرت وتشتتت كثيرا كما هو حال الحكومة. طيب نعم أستاذ مصطفى، يعني أنت أيضا أشرت إلى أنك تتطلع لأن تقوم القناة ب يعني إعداد أو إنتاج أفلام وثائقية. موجود معنا الأستاذ أحمد الزرقاء مدير القناة، حدثنا عن الفكرة بشكل أوسع ونناقشها مع الأستاذ أحمد. أود أن أتذكر شيئا معينا بخصوص القناة، هذا من واجبكم. نعم. من واجبنا عليكم ومن حقكم علينا، هو أن القناة تعمل على ترميم الذاكرة الجمعية. نحن حقيقة شعب يعاني من ذاكرة مخروبة، الأحداث متسارعة ومتوالية خصوصا من نصف قرن ربما، وكثير من الحقائق تطمس، وليست الحقائق فقط، لا غير، نحن لا نأخذها بشكل مجرد، لكن وراءها آلام وأسر مفقودة، وراءها حروب، وراءها أيضا الطموحات التي دفنت، والرموز اليمنية التي شكلت الوجدان العام والتي تعاني الآن إلى تجريف كبير، خاصة أن الانقلاب لم يكن سياسيا وعسكريا لكنه أيضا انقلاب على الذاكرة، وانقلاب انطلق من جذور هوياتية، وبالتالي القناة تعمل على ترميم أو تجميع هذه الهوية، وهذا شيء يحمد لها.
بالعودة إلى سؤالك، حقيقة أنا أتمنى لو أن القناة تكون في المستقبل هي صوت اليمنيين الأجمل والأكبر والأكثر انتشارا. وعندما أقول اليمنيين فأنا لا أقصد فقط لا غير التجمع السكاني الكبير الموجود في الداخل، ولكن أيضا لدينا ربما تجمع يوازي النصف منتشر في بلدان أخرى. في فترة سابقة كنت في زيارة في أديس أبابا، وعندما عدت من هناك تحدثت مع صحفي يمني، وقال لي عندما حكيت له ما شاهدته قال لي هذه فكرة لعمل أفلام وثائقية. الآن ربما القناة غارقة في إنجاز أفلام وثائقية انطلاقا من السياق أو من الواقع اللي نعيشه الآن، هي تداعيات الحرب والانقلاب، لكن ربما هناك أفلام وثائقية أخرى مهمتها كما قلت تجميع هذه الهوية المشتتة نعم، واستعراض الآثار، ولكن أيضا حكاية اليمنيين كفاحهم، هذا شيء مهم جدا. اليمنيون المتواجدون في كل بقاع الأرض لديهم حكاية جميلة لم تكتب إلى الآن ولم ينجز الأدب إلا القليل جدا. بإمكان الإعلام المرئي أن يغطي هذه الفجوة الكبيرة. هذا بخصوص الأفلام الوثائقية أو العمل السينمائي. أعرف أن المسألة تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وأنا هنا أشبه بمن يعني يحارش كما يقال بالإدارة، وأتوقع أنها المسألة أكثر من ربحية، ولكن اتساقا مع الهدف مع الرسالة التي انطلقت منها القناة، أنا أيضا تنطلق في الأعمال الوثائقية بشكل كبير جدا، نعم. وأيضا أن تتحول إلى مركز تدريب. هذه واحدة من الأماني التي نعم. أتمنى على القناة أن إذن تحققها. دعني أنقل هذه الأفكار، وهو يستمع إلينا الأستاذ أحمد. الأستاذ أحمد طبعا استمعت لحديث الأستاذ مصطفى، ربما الجانب الوثائقي هو أبرز ما ذكر يعني للقناة، فكرة مركز التدريب، فكرة يعني إولاء أيضا اليمنيين في الخارج، يعني اهتمام أكبر، يعني ما هو القادم بالنسبة للقناة في بهذا الخصوص؟ طبعا في البدايه لابد ان ندرك ان طبيعه القناه تم كان هناك جدل كبير جدا وقت التاسيس حول توجهات القناه، حول اهتماماتها. كان هناك من يرى ان تكون قناه منوعه وفيها مجال للترفيه، للمسلسلات، الى ما ذلك، وكان هناك صوت اخر يقول ان نحن في المرحله الحاليه مرحلة حساسة لا تحتاج ترفيه، الناس بحاجة إلى حقيقة، إلى معلومة، إلى أن تصل إليهم بشكل مستمر وأن تهتم بقضاياهم والتغطية أولا بأول ساعة بساعة. الظرف الراهن الذي حصل في اليمن، الانقلاب واجتياح المدن، إقفال مكتبنا في صنعاء، ربما جعلنا نذهب بالتأكيد باتجاه الخيار السياسي، الخيار الإخباري، قناة إخبارية ومتخصصة تعني بمتابعة العمل الإخباري المتخصص. بالنسبة لموضوع الأفلام الوثائقية، ربما هناك جزء كبير جدا من عمل القناة قائم على الأعمال الوثائقية. ربما هناك لدينا 3 أو 4 برامج تعمل بطريقة شبه احترافية فيما يتعلق بالأفلام الوثائقية، وإن كانت ليست بالمستوى الذي يرقى لأن يطلق عليه فيلم وثائقي، نظرا نحن قناة يومية نعمل ب 24 ساعة ولدينا برامج أسبوعية. الأفلام الوثائقية تحتاج نفس طويل، تحتاج إلى تمويل أكبر، تحتاج إلى عمل في الميدان أكثر. لكن نحن في الميدان مثلا خلال الفترة الماضية أنجزنا 10 حلقات من برنامج الميليشيا ليست من هنا، وهي حلقات توثيقية وثقت كل الدمار الذي تعرضت له مدينة عدن. الآن انتقل البرنامج للتوثيق في تعز. هناك برنامج لست وحدك، وهو برنامج أيضا توثيقي وثق جرائم الانتهاكات التي تعرض إليها الأشخاص. الآن نحن على بصدد إنتاج فيلم عن المختطفين والمعتقلين والمخفيين كسرا في سجون والتعذيب في سجون الميليشيا، وبالتالي هذه جزء من الأعمال التوثيقية. نحن ندرك كلفة العمل الوثائقي هي كلفة مرتفعة جدا، وهي بحاجة إلى تمويل وبحاجة أيضا إلى وقت. يعني لكن الأفلام الوثائقية المهنية المتخصصة التي يعني ربما تختلف عن التقرير الوثائقي الذي مدته من 7 إلى 10 دقائق، هل هي في يعني فكرة يعني للقناة مستقبلا؟ دعني أضع فكرة معينة، أن مثل هذا العمل لا تقوم به القنوات التلفزيونية، وتقوم به شركات أخرى متخصصة تعمل لكن وتستفيد أو تستعيد عرضها القناة التلفزيونية. هناك مثلا الجزيرة للأفلام الوثائقية، هناك BBC وثائقية، هناك CNN وثائقية، هناك قنوات أخرى متخصصة في الأفلام الوثائقية. كلفة إنتاج الأفلام الوثائقية الاحترافية هي كلفة
أكبر من قدرتنا على إنتاجها، لكن إذا حدث في المستقبل بالتأكيد أنه إذا يعني سارت الأوضاع إلى الأحسن في اليمن وتم سعادة الدول والاستقرار، بالتأكيد لدينا مشروع طموح أن تتحول قناة بلقيس إلى شبكة من القنوات المتخصصة في المجال السياسي، في المجال الاجتماعي، في المجال الرياضي، في المجال الوثائقي وغيرها من المجالات، وهذه ربما هي متعلقة أيضا بالاستقرار وبالمناخ السياسي المتوفر. الشيء الآخر بالنسبة لمركز التدريب، ايضا احنا ما زلنا في الخطوات الاولى، وهي بالتاكيد انه مع تراكم الخبرات مع استمرار سيكون هناك مركز تدريب. احنا ما زلنا الان في طور تدريب العاملين وفي طور تكوين الخبرات، خاصه ان ربما 80% من طاقم القناه هو يعمل في التلفزيون للمره الاولى، وبالتالي هذا انجاز كبير جدا. خلال الفتره الماضيه استطعنا ان نعقد دورات محدوده ربما، لكن قضيه التطوير هي موجوده، لابد ان كل عمل صغير يكبر وينشا، وبالتالي اكيد ان مع تراكم الخبرات يتحول العمل الى عمل مؤسسي، وبالتالي هناك لدينا بعض الخبرات الجيده التي بالامكان ان تقوم بعمليه التدريب الداخلي، لكن بالتاكيد ما زالت خبرتنا في المجال التلفزيوني ليست تلك الكبيره كما تلك القنوات التي لديها تراكم خبرات طويله، لكن مع الايام المقبله يعني بالتاكيد ان ربما يصبح هذا احد يعني فروع او ادوات مؤسسه بلقيس التي ستكون. اذا اعود اليك استاذ احمد لنناقش هذه الافكار اكثر، ولكن بعد يعني ان اسالك استاذ مصطفى، يعني كمتابع للقناه، ما هو تحليلك للمضمون وللخطاب الذي تقدمه القناه ورؤيتك لتطويره؟ حقيقه انا هنا في فرنسا لا استطيع مشاهده القناه بشكل دائم، ومن حسن الحظ أن القناة موجودة في مكان خارج اليمن، وبالتالي تستفيد من وجود شبكة إنترنت جيدة، ويمكنها أن تبث برامجها عبر الإنترنت، إما عبر اليوتيوب أو عبر الشبكات الاجتماعية الأخرى، خصوصا تويتر أو فيسبوك. وكثيرا ما أتابع الفلاشات الصغيرة أو المختصرة عن القناة التي تبثها تباعا، أو برامج أتابعها شخصيا، مقابلات معينة أتابعها بشكل طويل كما هي أحيانا وإن طالت. فأنا شخصيا مرتاح لهذه القناة، وأرى أنها الصوت الأقرب لي، وأنها تشاركني الهم والنظر، وهي أيضا في المقام الأول كما أشرتم في تقريركم كانت ضحية للانقلاب بشكل مباشر، لذا فقدت كثير من العاملين، و هذه مهمة ليست يعني مسألة ليست سهلة. أتوقع الضغط النفسي الذي يعانيه عامليكم في الميدان، والذي أتمنى شخصيا أن يحظوا برعاية كبيرة خاصة في مجال السلامة وضمانات أكبر، لأنهم يواجهون الفرق. وسبق أن أشار الإنقلابيون أن الإعلاميين هم عدوهم الأول. تقييمي للقناة قد لا يكون منصفا لنتيجة العلاقة التي تربطني بكثير من العاملين فيها. أشعر بانتماء لأنهم إلى هذه القناة، لأنها تمثل اليمن، تمثل روح اليمن، ولأن أيضا فيها كثير من أصدقائي، هذا الشيء أباهي به ولا أخفيه، ولأنها أيضا كما قلت العاملين فيها لديهم طوق إلى النجاح، ولديهم الكثير من المبادرات، وربما تمنعهم من تنفيذ مبادراتهم هذه الإمكانيات المادية كما أشار إليها الصديق أحمد. تقييمها ربما يكون أكثر من معيار. إذا إحنا صنعت على الخطاب الظاهر، هي خطاب وخطاب المنافح للانقلاب الذي يطالب باستعادة الدولة ويطالب بحق اليمنيين في الحياة الكريمة، وبأنهم يصوغون بأن اليمنيين يصوغون مستقبلهم كما يريدون. هناك تقييمات أخرى من ناحية مهنية، ربما لست سعيدا بالتقنيات التكنولوجيا الحديثة. أنا شخصيا ربما ألوم القناة، لا أدري ما هي إمكانياتها الكبيرة، لكن أنا أشاهد قنوات فرنسية وأحيانا إنجليزية، وأنظر الإمكانيات والتي والموارد التي توظف في عملها، فهم لا يكتفون بالخبر المقروء والموجه صحيح. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ مصطفى الجبزي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر سكايب من باريس. عودة إليك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، يعني عمل من المهنية والالتزام الأخلاقي كما شهد لكم الجميع بذلك،
يعني هل يعفي هذا الأمر التجربة من التقييم؟ بالتأكيد التقييم شيء مهم، ونحن نطالب دائما بالتقييم. من سيقيم؟ التقييم هو للجمهور أولا. هناك أكثر من وسيلة للتقييم، بالتأكيد هناك تقييم داخلي يتم بشكل دوري، هناك أيضا تقييم خارجي للناس. نحن نتعاطى مع الناس بشكل مباشر، ربما للمرة الأولى يحصل أن قناة إعلامية لا تتعاطى مع الموضوع وفق قاعدة الهرم المستوي، بل قد وفق قاعدة الهرم المقلوب. نحن نأخذ القضايا في القناة من أسفل الهرم من الشارع وننقلها إلى الأعلى. غالبا ما يكون هناك الأخبار الشارع هي المتصدرة للبرامج، للتغطيات، للنشرات حتى، وليس فقط الاكتفاء بأن الترويج السياسي أو الأخبار السياسية. وبالتالي ربما تقييم الناس هو التقييم الأول. الاتصالات التي نجدها، الرسائل الناس، وبالتالي هذه وسائل التقييم التي المتاحة حاليا. بالتأكيد لا توجد مراكز دراسات تقوم بتقييم خاصة في الوضع الحالي، لكن هناك ملاحظات تقال هنا وهناك، ونحن نسعى دائما لتجاوزها والاستفادة منها. نحن لا نحقر أي ملاحظة ولا نستثني أي يعني نصيحة، بالعكس نحن حريصين على أن نستقبل جميع النصائح. وبالتالي هذه واحدة من خطوات التقييم، وبإمكان الزملاء أن يعني يتحدثوا كيف يتم تقييم العمل داخل المؤسسة بشكل مستمر وبشكل ربما يومي وبشكل مباشر. وهذا هو جزء من عمل العمل اليومي الروتيني في القناة، أنه لا بد أن يتم تقييم العمل ومحاولة تدارك الأخطاء إن وجدت. إذا اسمح لنا أستاذ أحمد أنت والسادة المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير، ثم نعود إليكم. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب. يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة، والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وأهلا بك أستاذ أحمد مرة أخرى. وتنضم معنا عبر الهاتف الناشطة الحقوقية لطيفة علي من نيويورك. مساء الخير أستاذة لطيفة. أهلا، مساء الخير. أهلا بك أستاذة لطيفة. كتبتي على صفحتك في الفيسبوك أنك لست راضية تماما عن بلقيس وأملتي منها الأكثر، حدثيني عن ذلك. طبعا في ظل الإعلام أو الميديا الجديدة المفتوحة يصبح تحدي كبير بالنسبة للإعلام في ترك بصمة تقول أنا أهو مثلا. الجميع يعلم أن الخبر أصبح يتناول الجميع في نفس اللحظة، يصلك رابط مباشر يمكن من آخر الأركان المعمورة وبمختلف اللغات، يمكنك الضغط على زر الترجمة أن تحصل على الخبر المتنوعة. كل هذا يسمح بتعدد المصادر الإعلامية والإخبارية. هذا جعل التحدي في حيازة مكان ما تحدي صعب. من هنا إذا مررنا مثلا على الإعلام اليمني من حيث إنجازات أو إخفاقات، نستطيع أن نقول أن تقديم الرسالة الإعلامية في اليمنية هي صورة بائسة تعكس يمكن الصورة الستينية من حيث الشكل والمضمون. لكن مؤخرا يعني هناك يمكن نستطيع أن نقول أن هناك نقطة مضيئة ولو قليلا، ليس بمستوى طموحنا لكنها تجاوزت الصورة النمطية الإعلامية للإعلام اليمني، ألا وهي قناة بلقيس. قناة بلقيس اللي هي ذات العامين خرجت من رحم ثورة كبرى تحمل طموحات جميع اليمنيين، لكن هذه التطلعات او تطلعاتنا لم نجد لها الى لحد الان الرؤيه التي تنفذها بلقيس. لكن نستطيع ان نقول مثلا ان قناه بلقيس لو ركزنا على ايجابيات لهذه القناه، نقول ان هناك دعائم لهذه القناه. اولا هي قناه شبابيه بفكر شبابي متطلع، هذا الفكر يعني لا شك انه تواق مواكب العصر ومتطلباته. هذا الفكر الشبابي يعتبر خلاصه لفكر ثوره فبراير.
بمعنى أنه حامل ناضج الأهداف الثورة شباب الربيع العربي. الميزة الأخرى أن هذه القناة مهمة بالناس، يعني بانحدادات الناس لا انحدادات النخب السياسية والفكرية. بالتالي هذه الصورة الإيجابية والمضيئة لهذه القناة. كل هذه العناصر تدفع باتجاه تطور ونضج هذه التجربة التي ذات العامين. لكن على المستوى الرأي الشخصي أو الطموح كمتلقية للرسالة الإعلامية لقناة بلقيس، أستطيع أن أقول أن هناك ليست عوائق، أو لكن هناك نستطيع أن نقول أنه نأخذها من زوايا المتاح من الإمكانيات، ربما هي العائق. من يرده لهذه القناة على المستوى المضمون هو مخاطبة العالم الخارجي. لا نريد مخاطبة أنفسنا كما تعمل مثلا أو الأداء الشرعي للحكومة الشرعية. ما زالت الحكومة الشرعية حتى اللحظة تتمحور في مربع مخاطبة أنفسنا، يعني لم يتعدى مربع الشرعية الزاوية المحيطة والمحيطة بها. إذا ما من يريده القناة بلقيس واللغة العالمية التي تسأل من حيث مثلا، هل أدخل بهذه النقطة أو عندك نقطة أخرى؟ نعم تفضلي، يعني لا بأس، يعني معنا الأستاذ أحمد زرقة مدير القناة قد يجيب على تساؤلاتك أو طموحاتك لأجل القناة. وأود هنا أن أصحح سريعا، يعني لست من كتبت هذه العبارة، المعذرة منك هي الأديبة فكرية الشحرة، ولكن تتفقان ربما في نفس الرؤية. تفضلي. نعم، فأقول أني أنه من حيث الشكل القناة خطت خطوات إيجابية وممتازة في الخروج النمطي عن الرسالة الإعلامية، لكن ما زال مثلا لدينا كوادر شبابية كما ذكرت بحاجة إلى التريننج أو التطوير والتدريب المستمر من حيث الأداء الإعلامي، من حيث اللغة، لمن الرسالة الإعلامية الذي تمثل الشباب أو تمثل الفكر الثوري يجب أن تكون للخارج، ولا يجب أن تكون لمخاطبة أنفسنا سواء في داخل الوطن العربي أو في داخل اليمن. إذا نحن بحاجة إلى اللغة على مستوى شكل اللغة الإنجليزية من حيث استقدام ضيوف مثلا من الخارج، هذا يعني نحن بحاجة إلى تنوع مشارب الضيوف وطبقاتهم الفكرية المتنوعة. الشيء الآخر كما قلت إرسال مثلا الشباب للخارج لحيث خبرات وقدرات مطلوبة. أعتقد أن العنصر هنا العنصر التطوير القناة هو المال السخي الإعلام، الفاكتور أو العامل الرئيسي بالنسبة للإعلام هو العنصر المادي. إذا القناة بحاجة إلى التطوير من حيث الشكل والمضمون لتلبية طموحاتنا كقناة تعبر عن ثورة فبراير التي خرجت من رحمها. نعم، إذا ابقي معنا أستاذة لطيفة تستمعين يعني جواب مدير القناة أستاذ أحمد. يعني الفكرة التي أرادت قولها أستاذة لطيفة أنه يعني ربما غياب اللغة الأجنبية التي قد توصل القناة إلى العالم، هناك يعني ربما تقوقع في الشأن الداخلي ومحاولة البث فقط للداخل اليمني، يعني تنوع الضيوف أيضا كما تحدثت لإيصال الرسالة أكبر، التدريب المستمر للكوادر الشبابية الموجودة. أولا لابد أن نضع في الاعتبار الظروف التي نشأت فيها القناة. أول القناة تعمل في المهجر، يعني في المنفى بشكل أو بآخر. قناة محرومة من الاستفادة التقنية داخل البلد وبشكل كبير جدا، وبالتالي هناك إشكالية كبيرة جدا تتعلق في قضية المحتوى. يعني في اليمن لا توجد انترنت، لا يوجد كهرباء، لا يوجد، وبالتالي لدينا صعوبة تقنية كبيرة جدا، وبالتالي نحن نعمل بقدر الإمكان نحاول تذليل هذه الصعاب. ما يتعلق بالخطاب، خطاب القناة للداخل هو مهم جدا. نحن هدفنا الأول هو الجمهور اليمني، هناك برامج موجهة ربما بشكل عام، لكن هدفنا الأساسي هو اليمنيين، هدفنا نقل معاناتهم، هدفنا أيضا كشف الممارسات التي تمارس ضدهم، هدفنا أيضا توعية الجمهور، توعية المتلقين، إيصال أصواتهم، جعلهم يشعروا أنهم لديهم حماية، لديهم من يعبر عن قضاياهم. نحن شبكة أو أداة ربط بين الشارع وبين الدولة وبين المسؤولين، وبالتالي هذه أفهم فكرتك أستاذ أحمد، ولكن يعني ربما الفكرة التي يعني ركزت عليها الأستاذة لطيفة يعني اللغة الإنجليزية، يعني هذه ليست يعني مثلا ترجمة الأفلام الوثائقية، ترجمة البروموهات لكي تصل أيضا إلى الآخر. أولا نحن هدفنا الأساسي، جمهورنا الأساسي هو كقناة هو الجمهور الداخلي داخلي. نحاول نحن نتواصل غالبا في البرامج مع شخصيات أجنبية، مع عدد من المسؤولين الدوليين، مع الخبراء خارج اليمن، نحاول إشراك محللين من الخليج، من المنظمات الدولية، من ضيوف من أمريكا من غيرها. ربما هذا جزء من محاولة توسيع دائرة الاهتمام والمتابعة. ربما قضية ترجمة المواد هذا بحاجة إلى جهد آخر.
آخر، نحن نعمل في 24 ساعة، ضغط كبير جدا، لا نكاد أن يعني نلتقط أنفسنا. قضية المخاطبة في الجمهور الخارجي ربما هذا بحاجة إلى أن نطور في المستقبل القريب، ربما قسم، وربما هناك فكرة أو هناك بداية مخططة أن يكون هناك قسم لترجمة المواد الوثائقية والبروموهات، وبالتالي إعادة عملها في السوشيال ميديا. ربما لدينا مشروع طموح مع صحفية بلا قيود حول هذا الشأن. هناك ربما الآن شركة بلقيس ميديا لديها يعني فكرة للعمل على ترجمة هذه المواد، ربما خلال الفترة المقبلة سيتم توظيف أشخاص متخصصين في الترجمة وبالتالي إعادة نقل هذه المواد للمتلقي الخارجي. لكن كما نذكر أن نحن هدفنا الجمهور اليمني بشكل كبير جدا، ربما هذا هو عمل متكامل، عمل مؤسسي متكامل. اتضحت الفكرة أستاذ أحمد. أستاذ لطيفة، في دقيقة، ما الذي تتمنين في العام الجديد لقناة بلقيس؟ دعيني أول أشير إلى نقطة، ما أنه بالنسبة للأستاذ أحمد أن الهدف المرحى هذا يعتبر إذا كانت مخاطبة أو نقل معاناة اليمين فهذا هدف مرحلي، لكن الهدف النهائي لأي رسالة إعلامية يجب أن يصل معاناة الناس إلى صناع القرار، إلى دول التأثير. ما الذي سيحدثه من تأثير إذا ظلت القناة تنقل معاناة الناس دون إصلاح، دون المساهمة في إيصال معاناة الناس إلى الحل؟ دعيني أضع هنا نقطة مهمة. يعني نحن ننقل الملفات أو المعاناة من الشارع إلى المسؤولين، ربما تدرك ضيفتنا الكريمة والمتابعين أننا نتعب في محاولة استضافة مسؤول حكومي. يعني ربما هناك موقف سلبي من الحكومي من الأداء لقناة بلقيس. يعني عندما نحاول إشراك مسؤول في النقاش لا يتجاوبون بالشكل المطلوب، وهذه إشكالية ربما سبق وأن طرحناها على الحكومة، طرحناها على مسؤولين في رئاسة الدولة، لكن وبالتالي هذه هي مشكلة كبيرة. يعني لا نستطيع إجبار أي طرف سياسي أو حكومي على التعاطي. يعني نعم أستاذة لطيفة، لأن العقلية الحكومية تتعامل مع مع قوة التأثير. إذا القناة إذا كان لها بصمة وقوة تأثير خارجية، أعتقد أن المسؤول الحكومي والمسؤول اليمني سيأتي إليك من هنا. نعم. صنع التأثير. إذا وضحت فكرتك أستاذة لطيفة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. أستاذ أحمد، يعني هناك يعني النقاط أو إرادة الناس لكثير من التوسع في بالنسبة للقناة، ربما هذا دليل يعني ثقة للقناة. هناك يعني نقطة مثلا أنهم يريدون مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية الثقافية، كما قيل يعني تحدث أحد الكتاب، لتعزيز الهوية الوطنية والفكر المعتدل وقيم التسامح. هل من الخارطة القادمة أن تفتح هذه البرامج الاجتماعية أكثر؟ بالتأكيد نحن نتمنى ونطمح أن يكون لدينا برامج منوعات، برامج خاصة بالأطفال، بالنساء، بمختلف الشرائح. نتمنى أن يكون لدينا أيضا برامج خاصة بالسم والبكم، بالمعاقين، بغيرها من وبالتالي لكن نحن في مرحلة فيها من الصعوبة بالمكان أن نستقر، أن نعمل. نحن نعمل خارج اليمن في ظروف صعبة جدا. أيضا لا يعني كان الفكرة الأولى وجود مكتب في اليمن، وجود مكتب رئيسي داخل صنعاء كان مهمته هو إنتاج البرامج، إنتاج البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية. لكن في الظرف الراهن هناك صعوبة جدا أن نلبي هذه الاحتياج. لكن نحن نسعى مثلا لتخصيص حلقات في عدد من البرامج، سواء في المساء اليمني أو في غيرها من البرامج لمناقشة هذه القضايا. لدينا مثلا برامج خفيفة، برامج منوعات، مثل برنامج كيبورد، مثل برنامج ولا نقص، وغيرها من البرامج. نحاول أن نحدث تنوع. ندرك لا. جدا أن من الصعب جدا يعني الاستمرار 24 ساعة في البث الأخباري السياسي، لكن نحن في المرحلة الحالية مجبرون. المشاهد لا يريد أن يكون على اطلاع الأحداث متلاحقة، باعتقادي أن مثلا أن تعالج موضوع الكوليرا أو موضوع المرتبات أو موضوع مستحقات الطلاب في الخارج، يعني يريدها الناس أكثر من يعني من أن يذهبوا إلى مشاهدة برامج اجتماعية أو برامج أيضا تعالج برامج. يعني إحنا نرى أن البرامج المنوعات في الظرف الراهن ربما هي نوع من الرفاهية، نوع من ما لا يحتاجه جمهورنا. نعم، أعود لهذه النقطة معك أستاذ أحمد بعد أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الملك الدناني، أستاذ الإعلام المشارك بكلية الإمارات التكنولوجية من أبوظبي. مساء الخير دكتور عبد الملك.
يسعد مساكم بالرضا والنعيم، حياكم الله وجزيل الشكر على هذه الالتفاتة الكريمة. و اهلا بك ندلو، حياك. اهلا بك دكتور. يعني بلقيس عمل من الانطلاق بين الاهتمام الشعبي وتقييم الاداء، كيف تقيم التجربه من وجهه نظرك؟ حقيقه مع الذكرى الثانيه للاحتفال القناه بميلادها في ظل ظروف ظلاميه تعيشها البلد، يعني جاءت القناه لتعبر عن في ظل ظروف عصيبه لتعيشها اليمن، لتشكل هذه القناه المتميزه ببرامجها إضافة نوعية للإعلام اليمني الخاص والمستقل والمعبر عن رأي المواطن بحرية وشفافية. وفي حقيقة الأمر لا يمكن أن استطراد كافة البرامج التي تبثها القناة، وكما ذكر زميلي سابقا بأن هناك برامج تواكب ما تعيشه اليمن من أوضاع. حقيقة أنا أضيف جانب أكاديمي وعلمي، هناك دراسة علمية أجريناها مؤخرا على حول الإعلام اليمني والتغطية للمعالجات القضايا التي تعيشها اليمن، وجد أن هناك كثير من القنوات لا تصل إلى ما يدور في أذهان المواطن بكل ما تمتلك الكلمة من معايير وشفافية ومستقلية، لكن هذه القناة استطاعت أن تواكب الأحداث من خلال انتشار كثير من المراسلين لها داخل اليمن أو من خلال برامج التي تعدها من خارج اليمن. على حقيقة لدي أيضا جانب مهم في قضية استقطاب القناة لكثير من الكوادر المتميزة في مجال الإعلام اليمني والذي لهم خبرة وباع طويل في مجال هذا الجانب. أيضا القناة لا تميل إلى التأثيرات التي تملى عليهم من قبل الجهات التي تدير الصراعات والتحركات السياسية والحزبية داخل الساحة اليمنية. هذا ما يميز القناة من خلال احتفالها بذكرى ميلادها الثانية. هناك أيضا نتمنى أن تطور البرامج لكي تكون أكثر ملامسة لقضايا واحتياجات المواطن اليمني. نعم، إذن يعني بلقيس المستقبل وهي تشق طريقها كمشروع وحلم، ما ملامح هذا المستقبل أو ملامح الطريق التي يجب أو تراها مناسبة لقناة بلقيس؟ هو إذا قسنا المدة الزمنية اللي مضى على القناة يعني عامين، هو يعتبر إنجاز كبير للقناة، ولو أنه البداية تكون صعبة. يعني هو الإعلام لا يقتصر على فقط برامج، ولكن تطوير هذه البرامج أيضا ومواكبة التطورات التي تحدث في كل أنحاء اليمن، خاصة ونحن نعيش في صراعات إعلامية لا ندرك الحقيقة من الخطأ في تناولها لهذه القضايا. يعني أن هناك رؤية مستقبلية للقناة من خلال ما متابعتي المتواضعة لبرامج القناة فإنها تلبي احتياجات، وأعتقد أنه المستقبل أمام القناة بظل الظروف التي تعيشها القنوات الخاصة، وكما وحيدت بعض القنوات منذ القناة السعيدة اللي كن لها اهتمام بهذا الجانب، استطاعت أن تبرز مكانتها بلقيس في هذا الاتجاه لكي تعبر عن هذا الاتجاه المتميز والإعلام الخاص الذي لا يميل لأي اتجاهات سياسية أو حزبية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد الملك الدناني أستاذ الإعلام المشارك بكلية الإمارات التكنولوجية، كنت معنا عبر الهاتف من أبو ظبي. أستاذ أحمد باختصار، ما هو قادم قناة بلقيس؟ يعني نودها كذا سبق صحفي للمساء اليمني، ما الذي ستقدمه بلقيس في عامها الثالث؟ بالتأكيد من الصعب أن نخرج بوعد دون أن نوفي به، لكن بالتأكيد هناك عدد من الأعمال القادمة إن شاء الله، ربما من ضمنها الميليشيا مرت من هنا من تعز، وأيضا وثائقي من مأرب حول المختطفين في سجون الميليشيا، هذه أبرز بالإضافة إلى أعمال أيضا نشرة المراسلين انطلقت اليوم، وهي ربما أول نشرة متخصصة تعني بأخبار المحافظات، وهي نشرة يحررها المراسلون ويكون هم أبطالها ويظهروا للتعليق بشكل يومي وستة أيام في الأسبوع. أيضا اليوم أطلقنا موقع قناة بلقيس تي في، وهو موقع إخباري يعني يكون رديف للقناة، وحرصنا أن يكون في تصميمه يعني الكثير من المواءمة والمواكبة للعصر. لكن دعيني هنا أطرح موضوع أنه ندرك
في عجالة، ندرك مدى الطموحات التي والعشم الذي يضعه علينا جمهور القناة. بالتأكيد لليمنيين هذه ليست قناتنا، هي قناة كل اليمنيين، قناة الناس، وبالتالي نحن نعدهم أننا سنعمل قدر الإمكان على الاستجابة لكل ما يطرح، نعم، وتحسين الأداء وتحسين أيضا الرسالة وأيضا إيصال أصواتهم، ونقول لهم، نعم، أننا سنظل على العهد. شكرا لك أستاذ أحمد الزرقة مدير قناة بلقيس، كنت معنا في هذه الحلقة. اسمحوا لي أيضا أن أشكر ولو على عجالة بمناسبة هذه الحلقة طاقم برنامج المساء اليمني، المنتج البرنامج منصور النقاش، المعدين رائعين أسامة عادل ومحمد المقبلي، والمخرج أحمد نجم مخرج هذه الحلقة، وبقية المخرجين وجميع الطاقم الفني، مدير استديو، مدير تشغيل، مهندسي صوت وعاملي بث، وكاميرامان الذين يقفون خلف الكاميرا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، ألتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. كونوا برعاية الله وأمنه.